عندنا النهارده خضار بالزبادي. المقادير عايزين فيها ايه؟ عندنا زبادي ونشا وكمان نعناع وكمان بطاطس، عندنا بطاطس، لحمه مفرومه، كوسه، بهارات، لوز محمر وبنجر وبسله وجزر. كميه خضار كتير وفي نفس الوقت حلو قوي. خلاص طيب، اول حاجه اللي بتاخد وقت شويه في السوا البطاطس والبنجر، بس انا هحط البنجر الاول. نجيب بس كده معلقه زيت، ده ني متقشر خلاص مش مسلوق. ممكن احط فص تومه كمان مع الوصفه دي هيبقى حلو. هحط له بقى كده ايه، ملح، فلفل اسود عقبال ما يتحمر. حط هنا برضو البسلة بالجزر. حط البطاطس، انا بفصله عشان البطاطس بس ما تلونش مع البنجر. اشوح الخضار تشويحة كده حلوة اشيل بقى البنجر عشان عايزة ايه اسوي البطاطس والجزر. لو حطيت مية دلوقتي مع مرقة سخنة لون البنجر هيلولي البطاطس، والبنجر اصلا استوى طبعا مش طري قوي زي السلطة بس هو استوى. هحط البطاطس كده دقيقتين في ميه معاها ميه مغليه عشان اضمن بس انها استوت، لانها طبعا بتاخد مده طويله عن البنجر. البنجر ممكن ناكله كده. هحط اللحمه المفرومه مع البصل والبهارات والملح والفلفل اهو. بصل، حبه رشه قرفه صغيره جدا ودي اختياريه، ملح، فلفل اسود. نبص كده على البطاطس وهي بتغلي عشان هبتدي اشيل البسله بالجزر. نقول بقى المقادير تاني. المقادير عباره عن بطاطس، بطاطسيتين مع ايه، مع بنجر مع بسله وجزر، وممكن نحط بسله ونحط الجزر اللي هو العادي بالطول كده. وعندنا كوسه هحطها برضو دلوقتي، بس الكوسه ما بتاخدش وقت خالص في السوا فسايباها اخر حاجه ماشي. وهنا عصقت اللحمه المفرومه بالبصل والملح والفلفل والبهارات ورشه القرفه، دي برضو من المقادير بتاعتنا. طيب صوص الزبادي بقى عباره عن ايه؟ زي ما انتم شايفين كده، زبادي ونشا وحبه نعناع ناشف. خلاص نشيل البسله بالجزر دول لانها استوت اصلا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هنجيب النشا، هنحط 3 معالق نشا من معالق الاكل مع الزبادي، عشان النشا ده هو اللي هيخلي الزبادي قوام من غير ما يتقطع. من غيره الزبادي ممكن يقطع معايا خلاص. وممكن نحط بيضه مع النشا. بصوا هنا انا حطيت الزبادي مع المرقه اللي نزلت من البطاطس والبسله والجزر لما حطيت حبه ميه صغيرين ماشي. هفضل اقلب لحد ما احس ان هما تقلوا شويه، الصوص تقل لان النشا هو اللي هيتقلي الصوص ده. حطينا بس الخضار كده ايه يتشوح شويه. طيب اول ما ده احس ان هو ابتدى يغلي هبتدي احط الكوسه اللي انا عماله بشوحها دي.
لازم البنجر يغلي غلوة مع الزبادي، عشان كده بقول لكم هيبقى لونه احمر، عشان هو كرانشي ومستوي بس لازم يبقى طري شويه كمان، فهسيبه يغلي غلوه. بصوا بقى، طبعا احنا هنا عندنا لحمه مفرومه وعندنا صوص زبادي، والصوص بقى لونه كده بسبب البنجر، فانا لما اجي اغرفه اللحمه لازم تبقى واضحه. طبعا طعمه جميل جدا ومغذي جدا الوصفه دي، وخفيف خفيف على المعده قوي. طبعا ممكن اعملها بقطع فراخ، صدور فراخ، وممكن بقطع لحمه، وممكن بلحمه مفرومه زي ما هو ايه ما انتم شايفين كده. الكوسه وهي بحالها طعمها بيبقى مختلف خالص عن وهي متقطعه.